تالي لنغوص أكثر بتفاصيل هالتجربة يلي ممكن تشكل نموذج للإرادة وهو مفتاح الحياة. بيسعدنا اليوم أن نستقبل بصباحنا لليوم الإعلامية ليزا ديوب والدكتور ياسر صافي رئيس رابطة الشعاعيين السورية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير دكتور، صباح الخير لك ليزا، منورتينا اليوم. بداية بعد ما شفنا الفيديو وعن مشاركتك بالندوة، خلينا نحكي عن مشاركتك أنت كليزا ديوب بهيدا الندوة اللي أقامتها النقابة. هلا بداية مصبح عليكم، مصبح على كل المشاهدين اللي عم تابعونا وأكيد على فريق الإخبارية، الله يعطيكم ألف عافية. لا عافيك يا رب. أنا رح أكون مختصرة عن تجربتي اللي هي كانت عنوان الندوة اللي أقمت رابطة شعاعيين السوريين طبعا مع الدكتور ياسر صافي. الفكرة منها كانت دائما في عنا تجارب، نحن كيف قادرين نصيغها حتى لو كانت تجربتنا أو تجربة الغير، تصيغيها وتوصليها للناس بطريقة سلسة، بطريقة قادر الآخر يستقبلها يستوعبها ويستفيد منها. ما حدا فينا وما عنده تجارب ممكن تكون سيئة بالحياة، ما حدا خالي تماما. ما فينا نقول انه بس انا المريضة وغيري مو مريض، بس يمكن انا مريضة اعلامية مريضة، هي اول خطوة، اعلامية مريضة وحبت تشارك الناس بتجربتها وتستفيد، بلكي الالم اللي انا تألمته غيري يتجنبه من خلال الشيء اللي حيسمعه مني. فكانت هي الندوة هي عبارة عن شيء مصغر إن شاء الله مع الأيام رح نشتغل عليه أكثر. يعني هي كانت كتجربة، تجربتي كانت كتجربة لنشوف شو الصدى ممكن يكون. فأنا أتوقع يعني أنه كان الصدى مقبول، ما بعرف الدكتور ياسر قادر يحكي كمان عن هذا الموضوع أكثر. دكتور، يعني حضرتك متابع على حالة المدام ليزا، يعني كيف نشأت التشاركية بالفكرة، فكرة الندوة التوعوية؟ طبعاً بداية حمى الله سوريا، رحم الله شهداءنا، يعني الله يحميكم، يحمي الإخبارية ويحمي التلفزيون العربي السوري. مثل ما بتعرفي نحن دائما بنقول أخي، إذا نحكي عن المرض في مريض وفي مرض وفي طبيب، خلينا نحكي. لكن قبل شوي عم نحكي أنه في شيء داخل، في شيء جوا، وفي شيء مبين برا. خلينا نقول نحن إذا الجوة المبين الجسدي المادي قد نتعامل منه كأطباء، لكن في شيء كثير هام هو المريض، هو إرادة المريض، هو تجربة المريض، هو مثل ما حكيت امبارح أختنا ليزا بالمحاضرة، قالت لك أنا عندي مرض، أنا بدي هذا المرض بدي أهزمه، بدي قاومه، ما بيطلع له معي، وهذا بده يروح، هذا السرطان ما رح يضل معي. شوفي هالكلمة، هي الكلمة ما لها سعر، هي أهم من كثير من الأدوية والعلاجات اللي نستخدمها. يعني بالفعل ناحية مادية بالفعل الإرادة القوية، يعني هي مو بس حكي أبدا تمام. يعني هي تنفيذ وهي مساهمة كثير كبيرة للوصول للشفاء. صحيح 100%. أنا خلينا نقول نحن باللغة كمان المادية الطبية بنقول 50% من المرض هو نفسي. أنا إذا مرشح ونفسيتي قوية، روحي قوية، أنا بدي قاوم هذا المرض، تلاقيني مشيت وتابعت شغلي. واحد تاني يقول لك لا والله مريض أنا وقعد بالفرشة وما بدي أتحرك من هون. وهذا اللي حكيته بالتجربة مبارح، تجربتها مع نفسها، مع حالها، مع جسدها، تجربتها مع الأطباء كمان. هي ما حكيت، هي تجربتها مع الأطباء قد تكون في بعض الأحيان لها سلبيات وفي ايجابيات، وهذا كمان نتعلمه منا نحن. اخي انا رحت لعند الطبيب كان استقباله مانو بالنوعيه بالحد الادنى المطلوب، بس خلينا نقول رحت لعند طبيب ثاني كان استقباله كثير كثير حلو. انا رحت عم باخذ معالجه كيماويه، لقيت في صف كثير، وهذا بيدفش هذا وهذا بيدفش، يعني في تجارب كثير ضروريه يحكيها المريض للكادر الطبي اللي بيكون احيانا الطبيب قاعد وما ما شايفه. هذا اللي عم نحكيه نحن، انه هذا الفريق العمل المتكامل، المريض والطبيب والمواطن والمجتمع، سينعكس بطريقه او اخرى على ايجابيات في المستقبل. يعني الموضوع كثير كثير هام. انا برايي التجربه اللي اخذناها امبارح من تجربتي هي تجربه كثير ممتازه، سواء كرابط شعاعيين سوريين، انا امين سر الرابطه ماني رئيس الرابطه، أو كجمعية سورية لأمراض الثدي،
او كجمعيه عشتار، نحن عندنا جمعيه ثانيه كمان خارج سوريا. طبعا عندنا كثير من الجمعيات والروابط والقطاعات العامه والخاصه المهتمه. تضافر الجهود في هذا الموضوع كثير كثير هام. بالتاكيد. تمام. يعني دكتور مثل ما حكيت، العلاج النفسي والقوة النفسية هي 50% من العلاج. ليزا أنت كنت قوية وما زلت قوية، وإن شاء الله رح تضلي قوية وحتتغلبي على المرض. خلينا نحكي شوي عن البداية، وقت اكتشفتي أنه هالمرض موجود، هو موجود عنا كلنا، ولكن القوة النفسية هي اللي رح تلعب دور. تمام. كيف تعاملتي معه؟ هلا يمكن أنا كأي مريض تقليدي، خلينا نقول دائما المريض التقليدي مريض السرطان بيمر بمراحل، أول شيء الإنكار بعدين الصدمة. فأنا لقلك من إعلامية وأم وصبية فايتة على الحياة، بدها تروح تكمل شغلة وبدها تربي أولادها صح، بدها تعيش حياتها مثل الكل. خلال يوم واحد أنا حسيت، طبعا كنا عم نحكي نحن عن أهمية الفحص الذاتي قبل الفحص اللي بتروحي فيه على المراكز الطبية. الفحص الذاتي هذا كمان بشكل نسبة كتير مهم إنه الواحد يكتشف المرض. يمكن هذا كان في عندي تقصير في اتجاه نفسي، اكتشفت كتلة حسيتها غير طبيعية يعني إنه. فسألت أنا وزوجي، كمان أنا طبيب يعني طبيب نسائية طبيب شرعي، فسألته قال لي نحن بنعملها فحص إن شاء الله ما يكون فيها شيء. نزلت أنا فعلا رايحة على أساس ما في شيء، على أساس أنه تأخرنا يا الله، أنه معقول الكهرباء مقطوعة نروح على غير مركز ولا نأجلها، لا خلينا نساوي الصورة. صورت، هلأ هون كانت بقى نقطة التحول، أنه لا أنت معاكي كتلة وغالبا ما تكون سليمة، بدنا نعمل لها خزعة وبتعرفي هاي التفاصيل والإجراءات. لا قطعوا الشك باليقين وخبروني أنه لا أنت معك سرطان. طبعا ما كان لسه الدرجة قايلينا، هي بحد ذاتها كلمة، لأنه عن جد صبايا نحن لهلأ بمجتمعنا، ما بعرف دكتور إذا أنت معي، ما منقول السرطان، نقول هداك المرض. تماماً. نرفض نذكر اسمه. الحرام طلع معها هداك المرض، عندها أولاد صغار، معقول تتركون لمين؟ يعني فوراً بيقرروا أنه سرطان، أو منقرر، أنا من الناس اللي منقرر بحطوا النتيجة يعني حموت. أنا سمعت سرطان قلت والله بكير علي يموت فوراً. أنا يعني أنا مبدئيا هيك الصدى الاول، بعدين قلت لا معقوله الاطباء مخربطين، بيكونوا مخربطين بتصير اغلاط طبيه. شفتي هي المرحله اللي انه ان شاء الله لا، لما تاكدت 100% فاخذت قراري انه بدي واجه، في تحدي بدي واجه، لازم اعمل العمليه، لازم الكيماوي يقولي رحله الكيماوي، بعدين عرفت انه درجه ثالثه وفي اختلاطات وفي، فقلت بدي فوت بالتجربة للأخير. طبعا تفاصيل التجربة لما بتفوتي أول مرة وتكوني فايتة مفكرة حالك إنه الكل حيزعل عليك، إنه أنت لحالك المريضة، وحتلاقي الناس بتعطفين، بتفوتي بتلاقي ما في محل توقفي فيه، لأنه كل الناس مريضة وفي كتيرين مثلك، بس كتيرين أحيانا بتألموا بالصمت. على فكرة هذا المرض أحيانا بيخلي الناس تتألم، ما بعرف إيش بيخجلوا منه، ليش بشكلهم مشكلة إنه يقولوا لا مريضه سرطان، شو يعني سرطان؟ انا لا بقول سرطان وهم، وشو يعني سرطان؟ لكني رح اهزمه. واخذت ادويتي، هو علاجه صعب على فكره اكثر منه، هو ما انه مؤلم، هو العلاج هو اللي مؤلم. بس حتى العلاج ما في شيء مو مؤلم بالحياه، بس تختلف الدرجات. قررت فوت هالتجربه. هلا لما فتت قال الدكتور كان عندي تجربه مع الاطباء، مزبوط انا صرت بحكم اني اعلاميه دقق على كل شيء، انه مثلا المريض عند الدكتور عند بعض الاطباء هو مجرد رقم او حاله، بس انا ماني حاله. بتزيد استفساراتها يمكن واسئلته بتكتر. انا ماني حاله، انا انسان مريض وعندي شيء عاطفي مرتبطه بعيله باولاد. لما بتفوتي لعند الطبيب بتحسي بالنسبه له انه انت شو حالتك كاتبك على ورقه، وانه انت هيك تزعلي شوي، انه طب انا اسمع مخاوفي، انا خايفه على شعري يروح، ايه يعني بقى انت اول وحده. اسمعوني يعني اسمعوا المريض، بدي شيء نفسي انا يقويني على المرض باول خطوه. كمان هاي اللي كان عم يحكي عنها الدكتور ياسر. هلا انا تجاوزت كل هاي الحالات، وفعلا اول مرحله كانت انه الطبيب فورا قال لي انه انت حيروح شعرك فورا، لانه العلاج حنعطيه علاج هجومي قوي كثير حيكون. فشو بدك تعملي؟ طبعا كان مثل كل الصبايا بيحبوا جمالهم، بيحبوا الشيء اللي هو له علاقه برمز الانوثه عند الصبيه، يعني شعرها، انا كيف بدي استغني عنه؟ بدي استغني عنه. فسبقت المرض بخطوه، كانت هي اول خطوه سويتها، قصيتها. طبعا زعلت بس ما بايدي شيء،
بعد يومين من الجرعة 3 أيام فورا نزل شعري، فكملت أنا على الباقي وحلقته، لأنه ما في مجال لأشوف قدام عيوني إني أنا عم بضعف. أي شيء بسيط تضعف فيه خلص، هذا المرض بده قوة، بده ناس حواليك، بده يعني فعلا بيقولوا لك فريق متكامل لمريض السرطان. ممكن تتفاجئ بس هو هيك. وبعد الثالث الخطوات بعد الكيماوي وبعد الأشعة ولسه مستمرة يعني، بس الحمد لله أنا قوية والحمد لله رح أتغلب عليه مثل أي مصاعب بالحياة رح نهزمها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. خاصة أنت مدام ليزا يعني كان عندك كمان برامج توعوية طبية كنت مشاركة فيها طبعا. وخاصة فيما يتعلق بمرض السرطان، قديش هذا الموضوع اختلف عندك من بعد إصابتك بهالمرض، وقديش يعني زادت مسؤوليتك بنشر ثقافة توعوية لكل النساء؟ هلأ للأسف ما استفدت من الشيء اللي تعلمته، كان لازم أعمل فحوصات دورية بعد الفحص الذاتي، كان لازم أعمل فحوصات دورية، هذا الشيء أنا ما ساويته. فيمكن لو مكتشف المرض بأول أو درجة أولى أو ثانية كان اختلف الموضوع كتير معي، أنا اكتشفته درجة ثالثة. هلأ هاي أول خطوة، غلطي أنا حبيت أني أقول غلطي للناس، مو غلط أعترف أني أنا غلطانة أبدا، أنا غلطت بحق حالي. لا تغلطوا بحق حالكم، أنا بقى صارت هاي رسالتي تجاه السيدات. لما صرت بين المرضى بين النساء المتألمات من هذا المرض وأغلبهم بصمت، يعني أنا مبارح حكيتها واليوم برجع بعيدة، صبية جنبي مريضة سرطان ثدي، أنا لما بسألها أنت سرطان ثدي بتقول لي لا كانسر بالعظم عندي بالركب، يعني إنه ليش يعني ليه عم تخجلي؟ فأنا أخذت هيك على عاتقي دور إنه هذا المرض بدي خليه ولا شيء، حتى لو بالكلام مو غلط، نحزمه بالكلام بالأول، بعدين بالإرادة، بعدين بنقدر نجمع بعض، نقوي بعض أنا والمريضات. يعني كنت روح مثلا بدون الدروكة راسي، تفاجأوا المريضات قال لهم طب أنا عندي سؤال، فوق ما أنتم متألمات وموجوعات والكيماوي هذا تحيلنا، يعني كنت قل لهم هيك، قل لهم فوق الموت على ستبر، فوق كل هالقصص كمان بدنا نخجل من منظرنا؟ اللي عجبه شكلي وقال أنا حلوة شكرا له، أنا ماني ناطرة رأي حدا، اللي ما عجب شكلي ما يطلع، في كتير ناس بيقدر. فأنا فعلا بعد اقتنعت يعني هو الحياة تعطيك دروس حتى المرض تماماً. إنه البنت حلوة مو بس بشعرها، مو بس بطولها، مو بس بجسمها، حلوة بإرادتها، حلوة بتصميمها، حلوة في كتير شغلات ممكن تكون حلوة فيها، مو بس الشكل، الشكل مهم بس بعد الشكل شو كمان؟ أنا حسيت بمرض الإرادة هي أهم بكتير مليون مرة بالفعل. أكيد ليزا أنت حلوة بكل حالاتك. دكتور خلينا نحكي كدكتور، بيجي لعندك كتير حالات وتختلف درجاتها، ولكن ليزا كانت يمكن حالة استثنائية كونها في عندها تجربة، عندها شوي وعي، كانت خايضة بهذا المجال خصوصي إعلاميا، يعني كانت مشاركة فيه. فرقت عليك ليزا عن باقي المريضات؟ أكيد في فرق بين مريض له إرادة ومريض شوي إرادته ضعيفة، أكيد 100%. بس أنا بدي أحكي بموضوع طبي، هلا بدي أرجع الموضوع الطبي اللي عم تحكي. مثل ما حكيت أيضا إنه الوقاية أفضل من العلاج، تمام. شو معنى الحكي؟ يعني أنا خليني أقول الكشف الباكر أحسن من التشخيص. كمان شو معنى الحكي؟ أنا لما بكشف المرض ببدايته الشفاء 100% تام، والعلاج غير راض، والتكلفة قليلة سواء عليها أو على هي. لكن عندما يكتشف المرض بمراحله المتقدمة العلاج راض، مزعج، مؤذي، ومثل ما عم تحكي بالفعل مزعج، وهناك تكلفة مادية هائلة على المريض وعلى المجتمع للأسف وعلى الدولة. يعني بمجتمعنا بالفعل التكلفة مرض السرطان ورغم كل هذا جداً. نحن أحسن بلد بالدنيا، يعني شو بدك بالحكي. أنا لما بتروحي على دولة، خلينا نقول روح على أمريكا، مريض السرطان مكلف جدا بأمريكا، عنا مجاني نحن طبعا، في سلبيات ما عم نحكي، خلينا بالعموم، لكن مريض السرطان درات سوريا مكلف جدا جدا وما بيتعالج، يعني ما عنده بصراحه ما بتعالج. يعني هون في عنا بيروح الواحد بياخذ جرعه، اذا اخذتها
مجانيه، هي حق الجرعه مثلا مثال بسيط، حتى بعد الحصار دكتور، حتى بعد الحصار شيء لا يصدق على الادويه. بلد لا تصدق سوريا، يعني بلد هي على الحالتين. احنا اذا مثل ما بناكد على موضوع هناك تجربتها لليزا بهالبؤيراتها وهي 50%، وانا هالتجربه خلينا نستفيد منها بطريقه ايجابيه للمريضات والمرضى، لانه كمان عندنا ذكور يصابوا ايضا بسرطان الثدي بس بعدهم كشف مبكر. لكن بهالموضوع نحن هون فلنبدا بالفحص الذاتي للثدي. نعم، اقل شيء هي نقطة يمكن كتير مهمة. دايما نحن يعني نسعى لحتى يكون في توعية كتير كبيرة، خاصة الشهر الماضي كان في توعية كبيرة لمرض سرطان الثدي. نحن بنتمنى لك كل التوفيق بالفعل مدام ليزا، والله يعطيك القوة والإرادة أكثر وأكثر، وتنوري بيتك وترجعي تنوري الشاشات إن شاء الله. شكرا. تسلمي. شكرا لك كتير دكتور صافي ياسر. شكرا كتير. شكرا لك دكتور ياسر، شكرا لك ليزا، انت منك بنتعلم القوه، واكيد اليوم كلهم تعلموا منك القوه. شكرا لك.